بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ملعب سي بي سي 2 في كل مكان، اهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامج الملعب. زي ما اتعودنا مع حضراتكم بالتاكيد بنناقش موضوعات مختلفه جرت خلال الاسبوع، وبنحاول نلقي الضوء على اهم هذه الاحداث، ونحاول ان احنا نجيب التفاصيل ونطلع حضراتكم على اخر المستجدات اللي موجوده. الدوري العام فقره بالتاكيد ثابته معانا وبنتكلم فيها بشكل كبير جدا، خاصه بعد المباريات اللي بتكون بتمثل احداث وبترتب عليها تصريحات وشد وجذب ولغط كبير جدا. امبارح كان في لقاء جمع ما بين الاهلي والاتحاد السكندري، وطبعا تعلموا تبعات هذه النتيجه، بالتاكيد نتيجه لن يقبلها الاهلي بهذه الصوره. عشان كده في اجتماع طارئ بين مجلس الاداره والجهاز الفني النادي الاهلي عشان يناقشوا القصه، يشوفوا الحدوته ويناقشوا اسباب الخساره عشان يتداركوا الامور ويقدروا الفتره اللي جايه يحسنوا الصوره، خاصه ان كل ما الدنيا بتبعد وكل ما في فقد للنقاط بيكون في ابتعاد عن الصداره. اكيد هنستسر وهنتكلم عن تفاصيل كل هذه الامور، كمان مين المدير الفني الجديد لنادي او لمنتخب مصر خلف الكابتن شوقي غريب، بالتاكيد هيكون مهم جدا نطرح الامر ده، وهيكون معايا طبعا الاستاذ ايمن بدر الناقد الرياضي عشان يتكلم في التفاصيل دي، كيفيه اختيار مدير فني جديد لمنتخب مصر، هل هو مدير فني اجنبي، مدير فني محلي، التكهنات وما يدور في الكواليس، كلنا هنحاول نعرفه. عندي كمان فقرات ثانيه، ولكن خلينا نرحب في البدايه بزميل العزيز دكتور ايهاب الكومي. اهلا بك دكتور. مساء الخير زميل العزيز دكتور علاء مرتضى، مساء الخير اعزائي المشاهدين مشاهدي الملعب عبر سي بي سي 2 في كل مكان. زي ما قال علاء، اللي حصل البارح بالنسبه للنادي الاهلي ده زلزال، يعني بكل تاكيد زلزال. عشان كده المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان في اجتماع مع جريدو المدير الفني، نقل له غضب جماهير الاهلي وان ده مش فريق الاهلي، مفيش ثبات في التشكيل على مدار المباريات الماضيه، لكن كان في تاكيد من جريدو لرئيس النادي الاهلي بان المباريات القادمه لن يتم التفريط في اي نقطه من النقاط في اي مباراه هيخوضها النادي الاهلي. عشان كده كل الجماهير منتظره بعد العرض الهزيل للنادي الاهلي بالامس امام نادي الاتحاد السكندري، اللي بنقدم له تحيه كبيره جدا، وايضا لمديره الفني الكابتن حسام حسن وكل الجهاز الفني المعاون معاه. بكل تاكيد زي ما قلت ده زلزال، عشان كده كان تاكيد جريدو للمهندس محمود طاهر ان المباراه القادمه هيكون فيها ثبات في التشكيل، وعشان كده بقول حطها ما بين قوسين افلح ان صدق. ومعانا طبعا لقطات من مباراه الامس، لكن مباراه الاهلي والمصري مدار حديث كل الناس، وبعد ما الاتحاد المصري لكره القدم ولجنه المسابقات اعلنت ان استاد الجونه هيستضيف المباراه في 3 يناير المقبل بمشيئه الله، لكن كان القرار المفاجئ من اداره نادي الجونه السيد احمد الصحيفي المشرف العام على فريق الجونه، قال ان استاد الجونه غير جاهز لاستقبال مباراه الاهلي والمصري القادم، وبالتالي رجعنا تاني ندور عن ملعب يستضيف هذه المباراه اللي عماله رايحه جايه. لكن هنناقش ده كله بالتفصيل سواء كان في الفقره الاولى او مع زميلي دكتور علاء مرتضى، لكن خلوني اطلع فاصل ينضم لنا ضيوفنا بعد كده ونناقش الكثير من القضايا سواء في الدوري العام او القسم الثاني، ده كله هيكون بعد الفاصل.